السلام عليكم. كشفت مصادر قريبة من مباحثات روما بشأن تبادل الأسرى ومفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس أن ممثل إسرائيل رئيس جهاز الموساد ديفيد برنياع حمل الوسطاء ورقة تتضمن شروطا إسرائيلية جديدة تتعلق بنوعية الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى من المسار التفاوضي. قالت المصادر إن الممثل الإسرائيلي أبلغ الوسطاء المشاركين في هذا اللقاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض وبصورة قاطعة إطلاق سراح 100 من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد، ويصر على إبعاد عدد آخر ممكن سيطلق سراحهم إلى خارج البلاد. يرفض أيضا إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكومين بالسجن لفترات طويلة بقي منها أكثر من 15 عاما. ومن الشروط الجديدة بقاء القوات الإسرائيلية في عدد من المواقع الحيوية في قطاع غزة في المرحلة الأولى مثل محور فيلا دي ليفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر والمحور الفاصل بين شمال ووسط القطاع، والتدقيق في بطاقات العائدين من النازحين إلى الشمال وفحص أمتعتهم لضمان عدم حملهم السلاح. وعلى الجبهة الشمالية من حدود لبنان الجنوبية رجحت القناة 13 الإسرائيلية 3 سيناريوهات للرد الإسرائيلي المحتمل على قصف حزب الله بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل. وأشارت القناة إلى أن السيناريو الأول للرد الإسرائيلي هو أن يكون مدروساً حيث يتم احتواؤه من قبل حزب الله ويتجنب حرباً شاملة. السيناريو الثاني هو تنفيذ الجيش الإسرائيلي رداً قوياً يفضي إلى تبادل ضربات مع حزب الله تستمر عدة أيام ثم تنتهي بهدوء متبادل، وهذا ربما الذي حصل عندما استهدفت صواريخ إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية وتحديداً في حارة حريك أحد قيادات حزب الله وهو فؤاد شكر. أما السيناريو الثالث هو الحرب الشاملة مع لبنان حيث يتم توجيه ضربة واسعة النطاق لأهداف حزب الله وتنفيذ اجتياح بري إلى عمق الحدود اللبنانية. وضمن هذه المعطيات نطرح مجموعة من التساؤلات. على طاولة روما، هل اقتربت صفقة حماس وإسرائيل من نهايتها؟ وبعد تكبد قواته خسائر فادحة عسكرياً واقتصادياً، هل ما زال نتنياهو مصراً على إفشال الصفقة؟ وضمن المعطيات على الأرض، هل ستفتح إسرائيل الجبهة الشمالية بعد قصف مجدل شمس؟ وهل ستكتفي إسرائيل بعدما استهدفت حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية؟ وهل على أجندة الاحتلال قائمة بالمطلوبين من قيادات حزب الله وستنفذها عاجلاً؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان بين الصفقة في غزة وحرب الشمال. سيكون معنا ضيوفاً عبر سكايب المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي. دكتور محمود حياكم الله، مرحباً بكم. حياكم الله وأهلاً وسهلاً. وعبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق. أستاذ محمد حياكم الله. حياكم الله أنت والضيف والمشاهدين. حياك الله. وعبر سكايب أيضا المحلل السياسي اللبناني الأستاذ وائل نجم. أستاذ وائل مرحبا بكم. مرحبا بك وبضيوفي. حياك الله. مشاهدينا الكرام ضيوفنا، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع. سنناقش بين الصفقة في غزة وحرب الشمال. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيوفنا. معنا الدكتور محمود الشجراوي والأستاذ محمد القيق والأستاذ وائل نجم. أبدأ معكم دكتور محمود. يعني كشفت مصادر قريبة من مباحثات روما بشأن تبادل الأسرى ومفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الصهيوني أن رئيس جهاز الموساد كما ذكرنا في المقدمة ديفيد برنياع حمل الوسطاء ورقة تتضمن شروطا إسرائيلية. هذه الورقة تتعلق بنوعية الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حركة حماس بإطلاق سراحهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين في المرحلة الأولى من المسار التفاوضي. دكتور، قبل أن نبدأ بتفاصيل هذه الورقة، على أي أساس إسرائيل تفرض شروطها في هذه المباحثات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. واضح أن المدعو نتنياهو يتصرف كأنه منتصر في هذه المعركة. واضح أن نتنياهو الذي لم يستطع طيلة 10 أشهر سابقة أن يحقق أي من أهدافه الثلاثة الاستراتيجية المعلنة يبدو أنه يتقمص الآن دور المنتصر ويضع شروطا، لأنه لا يريد لهذه الصفقة أن تتم. نتنياهو بالأساس لا يهمه حياة الأسرى إطلاقا، ولا يهمه إلا مصلحته الشخصية. هو مصر على أن يظهر بمظهر القائد المنتصر النصر المطلق، وهذا النصر المطلق لا يتم أبدا بالاستجابة والرضوخ لشروط حركة حماس التي قدمت قوائم بأسماء الأسرى الذين تريد الإفراج عنهم. وحقيقة أن حركة حماس تعي الثمن الكبير الذي دفع في هذه المعركة، ولذلك لن ترضى إطلاقا بأن يتحكم نتنياهو بأسماء الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم. ناهيك عن العلم أن بعد 7 أكتوبر حكومة الاحتلال المجرمة قامت باعتقال عدد كبير جدا من أبنائنا، سواء كان الذين تم اختطافهم من قطاع غزة وتذيقهم الآن الأمرين في سجون الاحتلال، أو من الضفة الغربية الصامدة كذلك، حيث تم اعتقال عدد كبير جدا من الناشطين، حيث يقترب الآن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 20,000. هذا يعني أن نتنياهو لعله يفكر أن يفرج عن الأسرى الذين تم اعتقالهم، أو المختطفين أو المحتجزين إذا أردت أن تسميهم كذلك. نعم. الذين تم اختطافهم من الضفة الغربية ومن قطاع غزة بعد 7 أكتوبر. لكن نعم. حركة حماس التي قدمت هذه التضحيات وتعي الثمن الكبير الذي بذلته، كانت من قبل أصرت على أن لا تعيد جرعات شريط إلى الكيان الصهيوني إلا بعد أن حققت نصرا كبيرا وأفرجت عن 1,027 من أسرانا. كان أحد هؤلاء هو يحيى السنوار الذي يقود قطاع غزة الآن. نعم. وكثير منهم يقومون بأعمال مقاومة ويمسكون على زناد الكلمة أحيانا، وبعضهم على زناد البندقية في قطاع غزة أو حتى في خارج فلسطين. طيب أستاذ محمد القيق، يعني في حيثيات مباحثات روما، بنيامين نتنياهو يرفض بصورة قاطعة إطلاق سراح 100 من الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالسجن المؤبد. أيضا يصر في هذه الورقة على إبعاد عدد آخر ممكن سيطلق سراحهم إلى خارج البلاد. يرفض أيضا إطلاق سراح عدد من الأسرى المحكومين بالسجن لفترات طويلة بقي منها أكثر من 15 سنة. ما الهدف من هذه الشروط؟ يعني المتتبع يراها أنها شروط تعجيزية أستاذ محمد. نعم، نتنياهو وإسرائيل بشكل عام لديهم قرار استراتيجي لا يمكن إجراء صفقة تبادل، انتهى. الصفقة تأتي بالمقاسات الإسرائيلية الأمريكية القاضية منذ اليوم الأول باتجاه أن يبقى الجيش في قطاع غزة، وأن يكون مقابل الإفراج عن هؤلاء الأسرى الإفراج عن الجنود والضباط، وكذلك إدخال المساعدات. بعد هذا الإسرائيلي يقول لك أنا لست شريكا في أي شيء. هذا متناقض كليا مع المنطق الطبيعي لهذه المعركة وهذه المواجهة، وهذا تفريغ مباشر لمضمون طوفان الأقصى السياسي.
المشهد الذي يريده الإسرائيلي الآن هو تسجيل النقاط. الآن نتنياهو لو لاحظتم هو يسجل النقاط في عدة زوايا، وهذه معادلة تسجيل النقاط ما بين محور المقاومة وجبهات المقاومة وتحديدا غزة مع إسرائيل بدأت منذ 7 أكتوبر بالطريقة المنهجية. نتنياهو الآن يلعب على وتر المعنوي، ينشر الإعلام عن اغتيال محمد الضيف، يقوم بالحركات البهلوانية في الحديدة في اليمن في لبنان في طهران، في التزامن يطلق بلينكن، طبعا أنا بتحدث هنا في وقائع سياسية وليست آمال وتوقعات وغير ذلك، يطلق بلينكن. طبعا بدي أجيب سطر صغير عن بلينكن. بلينكن شو بقول لك أول ما جاء يوم 7 أكتوبر؟ لست وزيرا لخارجية إسرائيل، جئتكم يهوديا. هذا بلينكن اليوم بين، وانتم في الاعلاميين اعتقد لكم اسابيع ما نقلتوش ولا خبر عن بلينكن. اليوم بلينكن بين، من امبارح لليوم بين الزلمه شو بقول، نحتاج الى ابرام الصفقه والانتهاء منها. اذا الذي يحدث لا هي عقبات بايدن، عفوا لا هي عقبات نتنياهو ولا هي صدفه، انه يبين بلينكن اليوم يقول بدي ويحكي مع قطر ويحكي مع المصريين بدنا نخلص الصفقه، بينما نتنياهو في الميدان يضرب ويرفع المعنويات للجيش ويعيد استعاده ويحاول استعاده الردع من خلال الاعلان عن الضيف وهنيه وحزب الله وغيرها والاف 35 في السماء والاستعدادات، هذا كله حرب نفسيه اعلاميه معنويه تستهدف المقاومه في الدرجه الاولى حتى تنزل في مستوى السقف الذي تريده اسرائيل وامريكا. وكانهم يقولون ما عرضناه في اليوم الاول لا تراجع عنه، والمقاومة تقول ما عرضناه في اليوم الأول لا تراجع عنه. لا تراجع، نعم، من الطرفين، نعم. بالملخص سيبكم من هالإعلام اللي بيضل يخدر في هالشعوب، لا في صفقة ولا في مفاوضات ولا في شيء، في دور أمريكي إسرائيلي متبادل، تبريد إعلامي ومباحثات ومفاوضات عبثية في الميدان، تجهيزات عسكرية، ضرب، محاولة استعادة الردع، تجهيزات نفسية ومعنوية للجيش، وأيضا محاولة هزيمة الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية والإسلامية من خلال هكذا أخبار في النشر. طيب أستاذ وائل نجم، أجدد الترحيب بكم. فيما يخص الشأن اللبناني، يعني إسرائيل وضعت 3 سيناريوهات للرد على هجوم مجدل شمس، وهي بطبيعة الحال قد ردت ونفذت عدوانا على حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية واغتالت القيادي في حزب الله فؤاد شكر، ولكن ربما هناك سيناريوهات متعلقة في هذا الموضوع. الأول كما طرحته إسرائيل احتواء حزب الله وتجنب حرب شاملة، الثاني تبادل ضربات تستمر عدة أيام، والثالث وهذا ربما يتجنبه الكثير من القيادة اللبنانية في بيروت، وهو حرب شاملة مع لبنان وتنفيذ اجتياح بري إلى عمق الحدود اللبنانية. برأيكم أي السيناريوهات ربما تقبل التنفيذ؟ تحية لك أولا ولضيوفك ولمشاهدي قناة الرافدين، تحية موصولة أيضا للشعب الفلسطيني الصامد والصابر ولمقاومته الباسلة التي صمدت على مدى 10 أشهر وسطرت أروع أنواع البسالة والبطولة في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية. نعم. فيما يتعلق بسؤالك عن لبنان، أنا تقديري حزب الله منذ اليوم الأول هو فتح الجبهة في 8 أكتوبر 2023 على قاعدة المشاغلة وعلى قاعدة تقديم الدعم للمقاومة الفلسطينية وإشغال الجيش الإسرائيلي بين مزدوجين في شمال فلسطين المحتلة. اليوم بعدما قصف الاحتلال عمق الضاحية الجنوبية وقتال شخصية عسكرية أساسية وقيادية في حزب الله، تقديري الحزب معني أولا باستعادة توازن الردع الذي كان قائما. إسرائيل خرق قواعد الاشتباك المعمول بها على مدى عدة أشهر في جبهة جنوب لبنان، خرق بشكل أساسي هذه المرة الثانية التي يقصف فيها في بيروت وفي ضاحية بيروت الجنوبية. المرة الأولى كانت عندما اغتال نائب رئيس حركة حماس صالح العروري، وهذه المرة الثانية على مدى 10 أشهر. حزب الله اليوم معني بإعادة توازن الردع، وإلا الإسرائيلي يلجأ إلى عمليات اغتيال يومية في عمق الأراضي اللبنانية، وخاصة أن هذه المسألة تزامنت مع اغتيال رئيس المكتب السياسي بحماس خالد عفوا
استاذ اسماعيل هنيه نعم في طهران. نعم حزب الله الان معني بشكل، وطهران معنيه بشكل اساسي باستعاده توازن الردع في هذه الجبهه. هو صرح مرارا انه لا يريد الذهاب الى حرب مفتوحه، لانه يدرك تماما ان نتنياهو يريد هذه الحرب الواسعه والمفتوحه، لانه سيجر امريكا وربما دول غربيه اخرى لمساندته في هذه الحرب. هو على مدى 10 أشهر في غزه لم يستطع ان ينجز هدفا واحدا من الاهداف التي رفعها سوى التدمير والتهجير والتنكيل بالشعب الفلسطيني. نعم. موضوع لبنان ربما اكثر تعقيدا من غزه لاعتبارات كثيره الجميع يمكن ان يعرفها. حزب الله صرح انه لا يريد فتح الجبهه وتحويلها الى جبهه مفتوحه حتى هذه اللحظه. لكنه انا اقول اليوم معني بالرد، وبالرد المؤلم الذي يستعيد من خلاله توازن الردع. هو لا يريد ان يذهب ايضا الى حرب مفتوحه، لان توازن الردع يبقي عمليه استنزاف دائمه لكيان الاحتلال الاسرائيلي في شمال فلسطين، وربما ايضا في بعض العمق الفلسطيني في الداخل. نعم. دكتور محمود، نعود الى يعني ما طرحته مباحثات روما. الورقة الأخيرة نصت، التي وافقت عليها حماس وإسرائيل، على أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار 42 يوم، تطلق فيها حماس سراح 33 محتجزا إسرائيليا أحياء وجثامين من نساء مدنيات ومجندات وأطفال دون سن 19 من غير الجنود وكبار والعديد من القائمة. مثلا في المقابل تطلق إسرائيل سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل محتجز إسرائيلي، بينما يتم إطلاق سراحهم بناء على قوائم تقدمها حماس. يعني الكثير من هذا الكلام. ضمن هذه المعطيات دكتور محمود، من الرابح من هذه الصفقة؟ إذا وزناهم في ميزان المنتصر، من المنتصر من مباحثات روما؟ الحقيقة أنا أظن أن هذه المقارنة غير صحيحة. يعني نعم. فكرة أنه والله أي مين المنتصر، واضح أنه العدو الصهيوني يريد من المرحلة الأولى من الصفقة أمور أكبر من 33 محتجز. العدو الصهيوني لا يؤمن لا بمرحلة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، وقد يعني المتابع لتصريحات مجرمي هذا الكيان يعلم أن هذا الكيان لديه مجرمين لا ليس لهم إلا ولا ذمة، ولذلك هم قد يقبلوا بالمرحلة الأولى للإخراج عن 33 من أسرهم. وكان نتنياهو يشترط أن تقدم المقاومة قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء، كل المحتجزين الأحياء، وهذا بالنسبة له يعطيه فرصة لتدارس القرار وإمكانية الاستمرار للمرحلة الثانية أو الاستمرار للمرحلة الثالثة. والمتابع لتصريحات هؤلاء المجرمين، بالذات المجرمين الذين ليسوا في داخل مجلس الحرب الذي يقوده نتنياهو، مثل إتمار بن غفير أو سموتريتش، الذين يقولون أن هذه الحرب لن تتوقف حتى لو توقفت 6 أسابيع، المرحلة التي كان بايدن تحدث عنها، وكل فترة بايدن يعيد طرح هذه النقطة، حتى أن كأن نتنياهو بدأ يميل إلى فترة توقف محدودة ثم يعاود الهجوم، لأنه واضح أن نتنياهو لديه أهداف أخرى غير المعلنة لكل الناس الذين يتابعون ما يحدث في داخل الساحة الفلسطينية. نتنياهو لديه أهداف شخصية، هو يريد الاستمرار في هذه الحرب حتى يبقى بعيدا عن المساءلة، بعيدا عن السجون. نتنياهو لديه أهداف شخصية أيضا، لأنه يريد أن يصبح الأب الخامس للصهيونية بعد أن أصبح ديفيد غوريون الثاني في مدة حكمه لرئاسة الوزراء في دولة الاحتلال. فواضح أن نتنياهو غير جاد إطلاقا في هذه الصفقة، ولا يريد الوصول لا إلى المرحلة الثانية ولا الثالثة، يريد أن يأخذ عدد من هؤلاء الأسرى ويعلم عدد من تبقى من الأحياء حتى يوازن هل حياتهم بالنسبة له تعني إيقاف هذه المعركة، أم أنه يفضل الاستمرار بها رغم أنه لا يملك لا بنك أهداف ولا يستطيع أن يحقق أي أهداف في داخل قطاع غزة، الذين يعني العالم، كل العالم رأى أهداف نتنياهو التي يقصفها
الآن في قطاع غزة هي عبارة عن مدارس الأونروا التي يسميها الناس بمراكز الإيواء، هي ليست مراكز إيواء، غير مؤهلة لأن تكون مراكز إيواء، وإنما هي مدارس الأونروا التي كانت تتسع ل 300 طالب ول 400 طالب، الآن يسكن فيها 30 و40 ألف لاجئ. قامت حكومة الاحتلال بتفجير منازلهم ومربعاتهم السكنية، وكل هذه الجرائم موثقة، والعدو الصهيوني ضامن أنه لن يتعرض لا لمساءلة ولا لمحاكمة، والفضل بذلك يعود إلى المجرم الثاني الذي هو حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي لها حق الفيتو، الذي ينبغي للعالم الآن أن يراجع هذا الحق، لأنه تنفذ باسمه جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية سواء في غزة أو طيب. قد تطبق في غزة لاحقا. أستاذ محمد، أقف عند نقطة أثارها الدكتور محمود الشجراوي. يعني هناك مصادر قيادية في إسرائيل تتحدث عن أن نتنياهو سيفشل هذه الصفقة، والسبب هو أنه لا مصلحة له في هذه الصفقة، ومن مصلحة نتنياهو أن يواصل الحرب لأنها تحافظ على بقائه السياسي في سدة الحكم، وبالتالي تضمن عدم مساءلته على الفشل الذي حدث في 7 أكتوبر. هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ محمد؟ يعني احنا بنضل ناخذ مثلا العبارات اللي بيقولوها الاسرائيليين، نعم، ما بنتعمقش اكثر، خلونا نتعمق المره في الموضوع اللي بيحكوه يعني المعارضين لنتنياهو. شو بيحكوا المعارضين لنتنياهو؟ لا يتحدثون عن وقف الحرب بتاتا، ولا يتحدثون عن صفقه بمقاسات حماس والمقاومه، ولا يتحدثون عن شيء، فقط هم يطالبون نتنياهو لانهم اصلا مش في الحكم. لو محل نتنياهو بسووا اكثر منه، ما شفت جانز لما كان في مجلس الحرب شارك في الاباده الجماعيه، لما طلع من مجلس الحرب صار يقول يلا يا نتنياهو خلصنا. يعني هذا كله في لا يعطيني نوع من المنطق في النظره الاسرائيليه للمشهد الفلسطيني. هم يختلفون شكليا في الاليات، بقول لك تجيب الاسرى وبعديها ارجع اقتلهم وعيد اعتقالهم وادخل غزه، وبيستحوشهم بيعلنوا هيك يعني. حتى من ضمن يائر لبيد، هو يائر لبيد لم يقل تعالوا للسلام، قال اسرائيل بحاجه لاعاده الرهائن فقط، انتهى. طيب شو نسوي في الرهائن؟ يعني تعال محل نتنياهو يا يائر لبيد، سيقوم بنفس المعادله التي يقوم بها نتنياهو. طيب ايش الصفقه اللي بنحكي عنها؟ يعني وبعض الاعلام العربي بيضلل فينا وبقول لنا صفقه تبادل الاسرى، مش صفقه تبادل الاسرى، مين قال لكم صفقه تبادل الاسرى؟ مين قال لكم طوفان الاقصى كله هو اصلا عشان الاسرى؟ مين سمى هذه الفكره؟ انه طوفان الاقصى عشان الاسرى، مش عشان الاسرى طوفان الاقصى يا سيدي. هذا لديه مضمون سياسي تحدث فيه محمد الضيف القائد العام لكتاب القسام يوم 7 اكتوبر 7:30 الصبح. قرار المجلس العسكري للمقاومه يتضمن 4 بنود، هي المسجد الاقصى المبارك والأسرة ورفع الحصار عن غزة والحالة الدولة الفلسطينية، انتهى ملف هذا مفروغ منه. نتنياهو يعرف جيدا، نتنياهو ليس غبي ولا ساذج، نتنياهو مخضرم في السياسة ويعرف أن مطالب المقاومة صعبة. وبالمناسبة هو تحدث أكثر من مرة وقال أن ما تطلبه حماس قاتل لإسرائيل، وبالتالي بعض وسائل الإعلام تيجي بتسلط الضوء على فكرة أنه والله عشان صفقة التبادل، مش عشان صفقة التبادل، موضوع فيه جيش في غزة، موضوع فيه إعادة إعمار، موضوع في حل سياسي. حتى تتجنب الأنظمة العربية واللي منهم الوسطاء، ويتجنب الأمريكي والإسرائيلي فكرة أن ينتصر الفلسطيني ضمن طوفان الأقصى، بحشروك في زاوية وبيجوا زي الببغاء بنقلوا حكي بلينكن إنه نحتاج إلى صفقة إعادة الرهائن. صفقة ما هي؟ أسرى فلسطينيين بيطلعوا محل الأسرى الإسرائيليين ويدخل المساعدات، ويا ريتك يا أبو زيد ما غزيت خلصنا. هذا هو الذي يريده الامريكي والاسرائيلي. بعد كم من يوم، فيش ضمانات طبعا لانه الوسيط عربي وممنوع الضمان لا الروسيه ولا التركيه بحسب الاسرائيلي، فثاني يوم بيتم اعتقال الاسرى المحررين عاديا او بيتم اغتيالهم في غزه. وين الضمانات؟ حينما تطلب المقاومه الضمانات، وحينما تطلب نيجي نقول والله نتنياهو بده ولا بده، شنو نتنياهو استراتيجيه اسرائيليه الان؟ واقول لك المصلحه الان لبايدن هي مصلحه التوتر في المنطقه، لانه هذا بايدن ثعلب. اتهم ترامب حينما جاء على انتهاء ولايته لترامب، قال الديمقراطيون وبايدن ونائبته ان ترامب سيقوم بحرب وسيفتعل الحرب لكي يعلن حاله الطوارئ ويلغي الانتخابات، وهي حقيبه النووي ظلت معه. كل هذا الذي استخدمه بايدن يومها، اليوم يقوم به بايدن ولكن بالنعومه تبعت الديمقراطيين.
يقول ان نعم سحبت الانتخابات لانه في اجيال هلا فطن بعد ما خلصت انتخابات الحزب الديمقراطي فطن انه ينسحب من الانتخابات، طيب أستاذ محمد، والان اعطى الضوء الاخضر لنتنياهو، نعم بالتالي مصلحه الحرب امريكيه اسرائيليه بامتياز طيب والامور ذاهبه للتصعيد. أستاذ وائل، في الشأن اللبناني لنتوقع ذلك، وربما يعني هذا السؤال قابل للمجادلة، يعني في حال شنت إسرائيل هجوم كالذي حدث في عام 2006، كيف ستتعامل حكومة نجيب ميقاتي مع هذه التطورات؟ كيف ستكون طبيعة العلاقة ما بين حزب الله وقصر بعبده؟ أولا أريد أن أثني على ما تفضل به ضيفك الكريم الأستاذ رقيب، وأتبناه بصراحة بشكل كامل، أن هذه الرواية هي الرواية الأساسية والتي ينبغي التركيز عليها. فيما يتعلق بالحكومة اللبنانية وما يمكن أن يجري فيما لو توسع العدوان، أولا قصر بعبدة فارغ من رئيس الجمهورية، نحن نعيش حالة فراغ على مستوى الرئاسة الأولى منذ قرابة تقريبا سنتين عامين إلا قليل، حوالي سنة وعشرة أشهر تقريبا. ثانيا فيما يتعلق بحكومة تصريف الأعمال التي يرأسها السيد نجيب ميقاتي، حكومة تكاد تكون متناغمة إلى حد كبير مع حزب الله في البلد ومع القوى الأساسية في البلد التي تتشكل منها الحكومة. ونجيب ميقاتي أكثر من مرة شدد على تطبيق القرار 1701 بشكل كامل وبكل مندرجاته، بما في ذلك أن يطبق أيضا من الجانب الإسرائيلي. لماذا لبنان بمفرده يطبق هذا القرار الأممي ولا تطبقه إسرائيل؟ إسرائيل تخرق الأجواء اللبنانية، لا أتحدث الآن، أتحدث منذ العام 2006 إلى عشية السابع من أكتوبر. إسرائيل تخرق القرار الدولي 1701 صباحا ومساء وظهرا وليلا وفجرا وفي البحر وفي الجو وفي البر، وما من أحد يحاسبها. عندما يخدم لبنان على أي خطوة بهذا الإطار تقوم الدنيا ولا تقعد. هو نجيب ميقاتي طالب للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، عندما كان يأتي هوكشتاين وسيطا إلى بيروت حاملا الطروحات الإسرائيلية، طالبه أكثر من مرة، قال نحن ملتزمون بالقرار 1701 لكن على الطرف الآخر أن يلتزم به أيضا. أقول هناك تناغم بين الحكومة اللبنانية وبين حزب الله الموجود اليوم في رأس حربة المقاومة في لبنان. وإسرائيل أنا أقول لك تفكر أكثر من 100,000 مرة قبل أن تقدم، على خاصة على الاجتياح البري. هي يمكن أن تملك قدرة على التدمير، لكنها تملك أيضا سيكون بانتظارها أيضا كما كان بانتظارها في قطاع غزة مقاومة وقوة صلبة ألحقت بها هزيمة كبرى لاعتبارات كثيرة. حزب الله يعمل على هذه اللحظة منذ العام 2006، عد نفسه وجهز نفسه بشكل على مستوى التسليح وعلى مستوى التدريب وعلى مستوى الأنفاق وعلى مستوى كل هذه الأمور. والبيئة اللبنانية اليوم متماسكة أكثر من العام 2006 حتى في مواجهة إسرائيل. هناك شبه إجماع على في الداخل اللبناني على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وعلى تأييد الشعب الفلسطيني في نيله المطالب التي رفعها، ومن بينها إقامة دولة مستقلة. هناك تباين في مكان ما على مسألة استخدام الأراضي اللبنانية، تباين داخلي في لبنان على مستوى استخدام الأراضي اللبنانية في مقارعة الاحتلال الإسرائيلي وفي تقديم الدعم والإسناد إلى المقاومة الفلسطينية. لكن هناك شريحة كبرى تكاد تكون حوالي 70% من الشعب اللبناني هي راضية على هذا الموضوع ومتبنية لهذا الخيار وداعمة له، لأنها تدرك تماما أنه إذا ما استطاع الإسرائيلي أن يجهز على المقاومة الفلسطينية وأن يصفي القضية الفلسطينية، عند ذلك سينتقل إلى لبنان وسيجرد لبنان من كل عناصر قوته وسيسيطر أيضا على ثروته الغازية والنفطية والمائية، وسيستبيح لبنان بشكل كامل وينصب فيه نظاما وحكومة تابعة له كما حصل في العام 1982 عندما اجتاح الإسرائيلي بيروت. لذلك هذا مدرك ومعروف عندنا في لبنان، وهناك 70% من اللبنانيين يناصرون ويلتحمون اليوم. وعلى فكره هناك فصائل اخرى لم تكن موجوده في 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 المشهد، في مشهد مقاومه الاحتلال الاسرائيلي على مدى الاعوام الماضيه، الان تقدمت واخذت دورها في الميدان سواء اللبنانيه او الفلسطينيه الى جانب حزب الله بالتنسيق معه او ربما احيانا بغير التنسيق. لذلك مشهد لبنان الان ومشهد الوقوف في وجه الاحتلال الاسرائيلي مشهد فيه شبه إجماع لبناني
لأن اللبنانيين يدركون أنهم سيكون اللقمة الثانية السائغة لهذا الاحتلال فيما لو قدر له. نحن نعتبر في لبنان كما قال الرئيس أردوغان ذات مرة منذ فترة وجيزة، الحرب في غزة هي خط الدفاع الأول عن الأناضول، ونحن نقول أيضا في لبنان الحرب في غزة وصمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية بصراحة هو خط الدفاع الأول عنا في نعم لبنان أيضا. نعم. دكتور محمود، يعني لو تطرقنا إلى موضوع الضامن، مسؤولون في حماس عبروا عن تمسكهم بالورقة الأخيرة التي قدمت لها والتي ترافقت مع ضمانات أمريكية، هل تثق حماس بالضامن الأمريكي خاصة إذا ما علمنا أن نتنياهو قام بزيارة دونالد ترامب المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري والذي هو حليف قوي لإسرائيل في حربه على قطاع غزة، هل هناك ثقة بالضامن الأمريكي دكتور؟ أخي قطعا لا يوجد ثقة بالضامن الأمريكي قولا واحدا. الأمريكي هو جزء من معركة لماذا الاحتلال. وافقت حماس إذن على ذلك دكتور؟ واضح أن ليس لديها خيارات كثيرة أخي في الحوار. لو كانت الأنظمة العربية المحيطة بحماس أخذت هذا الدور أو لعبت هذا الدور لكان يعني أراحت حماس أو أخذت هذا الدور عن حماس، ولكن حتى الأنظمة العربية الآن أصبحت قراراتها مرهونة أمريكيا، والأمريكي بذاته إحنا المتابع للشأن الأمريكي منذ حتى قبل هذه المعركة أخي واضح أن هنالك تخادم كبير جدا بين الاحتلال والأمريكان، أو اعتبار أن إسرائيل هي رأس الحرب الأمريكية في المنطقة. هذا يعني أن أمريكا هي التي تقاتل في غزة، هذا يعني أن المفاوض الذي يفاوض نتنياهو على الأسرى أيضا هو كأنه يفاوض الأمريكي. وقبل قليل الأستاذ محمد دقيق ذكر بلينكن، واضح أن نتنياهو أخي لا يعني لا يريد أن يخالف الأمريكان ظاهريا، لكن عمليا بلينكن أمام الإعلام شيء ومع نتنياهو شيء آخر. واضح أن الأمريكي أمام الإعلام تكلم أنه سيمنع إيصال السلاح إلى نتنياهو، ولكن ليس من تحت الطاولة. هذه الأسلحة مرت من بعض الدول العربية سواء من سمائها أو من بحرها أو من أرضها، ورغم ذلك بلينكن لا يظهر في المنطقة إلا إذا أراد أن يجد حلا لواحدة من مشاكل نتنياهو أو يخدم نتنياهو. أما الأمريكي ليس منصف، وأنا أقطع أن المفاوض من حركة حماس لا يثق لا بالأمريكي ولا بالضمانات الأمريكية، لكن من حقه أن يطالب بضمانات تنفيذ الاتفاقات التي يتم التوافق عليها. وأنا حقيقة أنا من خلال قناتكم أنا أستغرب لماذا حركة حماس حتى اليوم تفاوض الاحتلال مفاوضات غير مباشرة. هل المفاوض المصري ثقة؟ أنا شخصيا أعتبر أن الوسيط المصري أيضا ليس ثقة، وأن ما يقوم بنقله أحيانا قد يزيد على الكلام أو ينقص منه، وأنا يعني أتجاوز كل الخطوط الحمر المتاحة لي في هذا اللقاء لأطلب من حركة حماس أن تفاوض بشكل مباشر، وهذا شرعا وعرفا وقانونا مسموح به والله تعالى. يعني كيف يمكن الجلوس مع العدو دكتور محمود؟ هي يبدو أن هذه النقطة التي تقف حجر عثرة وإعاقة عن يعني بدء المفاوضات بصورة مباشرة. ربما أستاذ محمد القيق، الورقة التفاوضية إسرائيل رفضت التعبير في هذه الورقة، هذا التعبير هو وقف العمليات العسكرية والعدائية. تعتقد ضمن هذه الخطوط الحمر التي ربما أشرناها في هذه العبارة وهو وقف العمليات العسكرية والعدائية، تعتقد أن إسرائيل بعد تحرير المحتجزين ستعاود وتعلن الحرب على قطاع غزة بوحشية أكثر؟ تعتقد ذلك أستاذ محمد؟ الموضوع أكبر من فكرة قطاع غزة. نعم. الموضوع تحدث به نتنياهو بشكل واضح جدا في الكونغرس، البعض التقطه والبعض ارتبك معنويا انه نتنياهو صاحب معنويه. اليوم نتنياهو يسجل نقاط في سجل المواجهه مع جبهات المقاومه، نتنياهو اليوم يسجل نقاط يحاول ان يوازي
ملف الردع، يحاول استعادة الردع، يحاول ترميم رواية الجيش، يحاول ترميم المعنوية الداخلية. لماذا؟ لأنه تحدث بكل وضوح في الكونغرس وقال التحالف الإبراهيمي. شو التحالف الإبراهيمي؟ هذا التحالف الإبراهيمي خطير جدا. هذا يسمى الشرق الأوسط الجديد، بلا حزب الله، بلا حماس، بلا أنصار الله، بلا المقاومة العراقية. هذا مش خيال، هذا قرار تتفق عليه عدة أنظمة عربية بل وتساهم فيه. طيب شو التحالف الإبراهيمي؟ وشو القوة العربية؟ خلينا ندمج التحالف الإبراهيمي والقوة العربية عشان نطلع نستنتج. أنا لن أتحدث هون ولن أحلل هون ضمن الرواية الأمريكية اللي بتغذيها قنوات الإعلام اللي بتضخ عليها الخارجية الأمريكية مليارات الدولارات. أنا هون بتحدث من المنطق الواقع الموجود، مش رايح أرجع وأمشي زي ما بده الإعلام اللي بيسوي حاله مع المقاومة واللي بيسوي حاله ضد المقاومة. هذا بيعزز الانقسام في الساحة العربية. عشان لا، أنا بدي أمشي على الوقائع. نعم. هناك جبهة مقاومة وجب فسخها، وجب عزلها منذ اليوم الأول. وأقول لك، قبل الهجوم على حارة حريك في الضاحية الجنوبية بساعات كانت الضغوط على لبنان ومن خلال السفارات، اطلعوا يا رعايا بسرعة بدها تنحرق لبنان، وخرق الجدار الصوت. لماذا؟ فكرة حتى يذهب حزب الله ويخاف ويقول خلص بنبطل نضرب في الشمال، بس يا نتنياهو لا ترد، ما ترد من شان الله ما تردش. نعم. هذا الذي فشل فيه نتنياهو، عزل الساحات، وكان يريد أن يتباهى بأنه استطاع ردع حزب الله، لم ينجح، ذهب إلى حارة حريك، من ثم ذهب إلى طهران. طيب ليش ذهبت لطهران؟ شو الفكرة؟ هناك بعض الأطراف العربية يا سيدي متفقة تماما على محاولة إقصاء العلاقة ما بين المقاومة الفلسطينية والجبهات للاستفراد واستخدام القوة العربية. جاء دور القوة العربية. ما هي القوة العربية؟ هذه القوة يا سيدي دخلت على ميدان اللؤلؤة في البحرين، دخل فيها العتاولة من 3 دول عربية، حرقوا الناس هناك فقط لأنهم طالبوا بالحرية، وهم نفس الأشكال اللي راحت على الرابعة والنهضة. ولكنهم يعني ربما يحملون أجندات خارجية، وأنت تعرف من الذي أقصده بذلك. لا سيدي في ميدان لؤلؤة. نعم، أنا أتحدث عن ميدان لؤلؤة. قالوا عن يعني هذول الشيعة. طيب وفي الميدان، وفي ميدان رابعة ليش ندعس عليهم؟ هم إخوانجية سني. شو اللي صار؟ إذن الموضوع خطير. إذن فرق تسد يحاول تمريرها الإعلام الأمريكي الناطق باسم العربية علينا. فتتنا، انظر إلينا، فلسطين قسمين، تعزيز الانقسام الفلسطيني، انظر إلى اليمن قسمين، انظر إلى سوريا قسمين، انظر إلى ليبيا قسمين. بالصدفة هذا يا سيدي. هذا إن لم تذهب باتجاه الرضا بنظام الاستبداد الموجود لديك الذي قررته أمريكا، سنحرق الأخضر واليابس. هذا ما الذي حدث؟ من هو إسماعيل هنية؟ رئيس الوزراء الفلسطيني المنقلب عليه من قبل السلطة في رام الله، أقلوه. إذن وهو فائز في الانتخابات. طيب ما هو دور الأحزاب العربية والإسلامية في ظل قرار بعض الأنظمة العربية؟ يعني قرار اغتيال هنية، أنت مقتنع أنه قرار إسرائيلي أمريكي وحده؟ هناك بعض الدول العربية اللي مشكلة أصلاً الغرفة المشتركة الأمنية، اللي أصلاً قررت، وبدعيدة في الذاكرة مرات إحنا بننسى، عشان هيك الإعلام الأمريكي الناطق باسم العربية فضح عرض الأمة العربية وخدرها وضيعها وشتتها. القمة من شرم الشيخ والعقبة يا سيدي لم تعقد بعد 7 أكتوبر، عقدت في شهر 3 2023 وقبلها. ماذا كان هدفها؟ تفتيت الساحات، عزل الساحات، لأنه بعد سيف القدس طلعت الصواريخ من لبنان، خاف الإسرائيلي، لجم الإسرائيلي، ردع الإسرائيلي، اجتمعت هرولت الأنظمة العربية فورا لتفتيت الساحات، لأنه وحدة الساحات ووحدة الأمة العربية تعطي الفلسطينيين الدولة المستقلة. هذا يعني أن الأنظمة العربية لديها قرار ممنوع الدولة الفلسطينية المستقلة. طيب أستاذ محمد، نعم آسف ولكن تأخرنا على الأستاذ وائل نجم. أستاذ وائل، تصريح لوزير الدفاع في حكومة الاحتلال جالانت يقول إن حزب الله هو المسؤول عن إطلاق الصاروخ تجاه بلدة مجدل الشمس، وقال بأن حزب الله سيدفع الثمن. هنا السؤال، هل دفع الثمن سيكون باستهداف قيادات بارزة في حزب الله كما حدث في حارة حريك عندما اغتالت قوات الاحتلال الصهيوني القيادي في حزب الله فؤاد شكر، أم تعتقد أن الرد أو دفع الثمن سيكون عبر خيارات وخطط أخرى أستاذ وائل؟ أولا والله كنت أستمتع بما يتفضل به الزميل الأستاذ محمد رقيق، وهذا الشرح الجميل الحقيقة وأوافق عليه.
كان الاحتلال الإسرائيلي حمل حزب الله مسؤولية إطلاق الصاروخ الذي سقط في ملعب كرة قدم في مجد الشمس، لكن حزب الله مباشرة نفى هذا الموضوع وقال إنه غير مسؤول عن هذا الموضوع ولا يقدم عليه، وبرهن على ذلك أنه في معظم العمليات على مدى 10 أشهر من عملياته التي قام بها في من جنوب لبنان اتجاه شمال فلسطين المحتلة كان يستخدم الصواريخ الدقيقة والإصابات المباشرة التي يعترف بها الإسرائيلي. هل يمكن أن يذهب الإسرائيلي إلى التصعيد وتصفية قيادات؟ هو يفعل هذا الأمر يوميا، كلما أتيح له هذا الأمر يقوم به، وربما كانت هذه الاستهداف الأخير في عمق الضاحية الجنوبية لهذا المسؤول الكبير في حزب الله. هل يمكن أن يذهب إلى أكثر من ذلك؟ هذا رهن الميدان ورهن ما يحققه نتنياهو وفريقه في موضوع في محاولة إخضاع كل المنطقة لسيطرته ولإملاءاته. إذا حزب الله في لبنان وغيره من الفصائل التي تقف بوجه الاحتلال الإسرائيلي خضعت لشروط نتنياهو وقبلت بما يمليه عليها يتوقف هذا المسلسل، وعلى العكس من ذلك تماما ربما يقدم منه من نتنياهو أو من غيره سيادي وداعمي تقدم فرص لهؤلاء الناس. لكن إذا ظلت الأمور على منوال التحدي ومنوال الوقوف بوجه هذه الغطرسة ومنوال الوقوف بوجه هذا المشروع الذي يستهدف كل المنطقة وليس فلسطين فحسب، هذا المشروع يستهدف رسم مستقبل، رسم المنطقة جغرافيا وسياسيا وتقرير مصير هذه المنطقة إذا لم يكن لقرن كامل لنصف قرن على أقل تقدير. وبالتالي المسألة ليست مسألة أسرى ولا مسألة نتنياهو ماذا يفعل في فلسطين المحتلة أو غير، كلا، أنا بتقديري أعمق من ذلك وأكبر من ذلك. ولذلك تحتشد البوارج وتحتشد السفن الحربية في شرق المتوسط لأنها تخشى على هذا الكيان من الزوال بعد الضربة المفصلية التي سجلت له في 7 من تشرين الأول 2023. نعم. اليوم سيد الكريم كل ما يحاول أن يقوم به نتنياهو وفريقه العامل الذي يتحكم بقرار القرار الإسرائيلي والمدعوم غربيا وأمريكيا على وجه التحديد، أنا تقديري هناك تركيز على نقطتين. النقطة الأولى هي استعادة قوة الردع وهيبة الكيان الإسرائيلي لضمان السيطرة والاستمرار على المنطقة بشكل عام عبر إخضاع القوى التي ما زالت تقف على رجليها بغض النظر من هي هذه القوى وبغض النظر عن الأهداف التي تحملها وبغض النظر عن النوايا التي تحملها أيضا. النقطة الثانية إذا لم يحصل هذا الموضوع هو يريد أن يذهب إلى حرب واسعة تدريجيا، وبذلك إما يرغم الأطراف المقابلة على الخضوع وإما يستدرج تدخلا أمريكيا أوروبيا، هذا التدخل هو الذي يحمي الكيان الإسرائيلي ويضمن له البقاء والاستمرار والسيطرة في المنطقة. دكتور محمود، العفو دكتور محمود، بدقيقتين لو تفضلتم، ماذا تتوقعون من نتائج هذه المفاوضات عبر الذي تحدثنا عن طوال هذه الحلقة؟ والله أخي واضح أن الاحتلال يعني لديه أهداف يسعى لتحقيقها، ومن ذلك أنه يعتبر الأرض اللبنانية أرض معادية ويعتبر الأرض الإيرانية كذلك أرض معادية، ولذلك قام باغتيال الشهيد صالح العروري في لبنان وكان يعرف أن الرد سيكون محصور، وكذلك الحال بالنسبة لاغتيال القائد إسماعيل هنية على الأرض الإيرانية. ويعني الاحتلال اختار أن يصفي القائد في إيران لأنه غير قادر على فتح جبهات جديدة كقطر أو تركيا، لأنه أبو العبد كان يتواجد في هذه الدول الثلاثة بشكل مكثف، فواضح أن العدو الصهيوني لديه أجندة يريد أن ينفذها سواء بمفاوضات أو بالطائرات والمسيرات. أستاذ محمد القيق، بدقيقتين لو تفضلتم، هل سيكون موضوع وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى رصاصة الرحمة لعنجهية وغطرسة الاحتلال؟ لا صفقة ولا تبادل ولا شيء سيحدث من هذا القبيل. نعم. الإسرائيلي حاول عزل الساحات حتى يتسنى أن يذهب إلى لبنان تحت إطار أنه يحارب الشيعة ليفصل السنة عنهم، اليوم فشل فشلا ذريعا، وهو الآن، وأستطيع القول لك أنه بدأ الحرب متعددة الجبهات. وللمعلومة الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي نفذوا مناورات في سبتمبر وأول أكتوبر اسمها اللكمة القابضة، اللكمة القاضية عفوا،
وهي تحاكي على ارض فلسطين، وهي تحاكي الحرب متعدده الجبهات قبل ما يصير 7 اكتوبر. اليوم هم اعلنوا حرب متعدده الجبهات، واعطيك ما ستنشرونه من العواجل القادمه، ستنتشر الاخبار العاجله باغتيالات جديده في الساعات القادمه وبقصف جديد وبجغرافيا جديده ستهينها اسرائيل في محاوله لخربطه الاوراق، لان نتنياهو يحاول تسجيل نقاط كما قلنا، وهذا يظهر لك انه صاحب اليد الطوله والمعنويه، ولكنه في حقيقه الامر ينعكس على الميدان باكثر هزيمه. وهذا يعطينا تساؤل، الانظمه العربيه، من النظام العربي الذي شارك ووقع وختم على ضروره اغتيال هنيه حتى يتسنى فصل حماس عن محور المقاومه؟ هذا سيكون اجابته في الايام القادمه، وستتسرب الاحداث كثيرا. لا نستعجل، ادور الحركات الإسلامية الآن أن تقف وتسأل، هل ستبقى ديكورا سياسيا لأنظمة الاستبداد أم أنها ستقلب الطاولة نصرة لفلسطين؟ هذا سيجيب عليه يوم 3/8 الذي كان وصية إسماعيل هنية، أن حينما قال دعوا يوم 3/8 يوم 3 أغسطس نصرة لفلسطين، وخاطب الأحزاب الإسلامية واليسارية والقومية حتى توقف وتضع حد لهذه الأنظمة الاستبدادية. أستاذ وائل، بدقيقتين، ما المتوقع من حزب الله بعد أن اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي القيادي فؤاد شكر؟ هل سيستهدف الداخل الإسرائيلي هذه المرة بأكثر دقة وفاعلية؟ بعد قليل سيتحدث الأمين العام لحزب نعم، الله حسن نصر الله، أثناء تشييع القيادي الذي قتل، نعم، وسيحدد ما الذي خطوات والموقف السياسي من هذا الموضوع. أنا أتوقع نعم حزب الله سيرد، وربما يكون الرد في العمق الإسرائيلي. هو لا يريد أن يذهب إلى حرب مفتوحة الآن، لكنه سيعيد العمل بقواعد الاشتباك التي تضمن الردع وتوازن الردع حتى يبقي على حالة الاستنزاف مع الكيان الإسرائيلي. شكرا ضيوفنا، كان معنا عبر سكايب المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي. دكتور محمود شكرا جزيلا لكم، وأيضا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ محمد القيق. أستاذ محمد شكرا لكم، وعبر سكايب المحلل السياسي اللبناني الأستاذ وائل نجم شكرا جزيلا لكم أستاذ وائل، وشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا، إلى اللقاء.